رسالة للعالم كله أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخافوه عن فرجه. قال سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن تكفر بها الأولين وأتينا ثمود الناقة مبصرة قلنا لك إلا ريب فأحاطها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وتخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا هو المنطق الذي قد يقع فيه الكثير، يشاهد ما يشاهد ويدفع الآن تمزق القلوب حزنا وفرقا. ثم بعد استقرار الأمر عباد الله التفنا بحق من الله سبحانه وتعالى خوفا يقربنا إلى الله عز وجل، لا كما ينظر البعض خوفا يجعلهم يجزعون أو يفقدون إيمانهم في ربهم سبحانه وتعالى، فإن الأمر كله لله ولا يملك العبد إلا أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله إن من حكم الله سبحانه وتعالى أن يري العباد آياته سبحانه وتعالى. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه: ويحذركم الله نفسه. وتلك الزلازل والظواهر تكون ابتلاء وبلاء، تكون اختبارا للناس ونوع عقوبة للعباد، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر هذه الأمور على الناس ليغفر لهم ويرفع درجاتهم ويتخذ منهم شهداء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وكما بين عليه الصلاة والسلام أن الشهداء خمسة: المظلوم والمبطون والغرق أو الغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى أي في المعركة. كذلك إنما هي تذكير للعباد على أنهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، فالمسلم منهم ومن يكفر بالله عز وجل. أفلا يرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى؟ فالفائز بحق هو من وضع في نفسه أنا وأنت عبد الله والفضل لك ليس من وضع عليه منهم أنا وأنت حجما تخرجون بمثلهم إنما يوفى الناس بالمؤمنين إنما يكفر بالله بالنسيب بالمؤمنين. الله عز وجل أنزل على السحاب وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن القرآن وقال: أولما أسرتكم زيدا فأسرتكم الجوع قلت أن هذا فالله عند المسلمين إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإن الله عز وجل مولاكم الناس بما كسبوا. قال تعالى: وإنا نبيعكم ولكن نبيعكم بشهادة مسلمة إن لا أجركم إلا الله كان عباده غفورا. لعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المؤمنين يؤتون المسلمين لو عادت أساتكم فيها أو تركتكم ولا نفدت معكم فيها ولا أخرجتم من يوم الرحمن منكم. وتجدكم تبوتنا عن الله ويسرون رضي الله عنه وأرضاه فقال: أيها الناس الله عز وجل أستعتمكم وتعلمتم حتى لترجعوا إليه فأعلمكم سبحان الله عز وجل. יום אחד.